فحين قرب أوان ود هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعد سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر والقدرة كشفت دناء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الدهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه وسلم الحق على من أتم الله عليه النعمة من خاص الأمة أن يحضر عند ربه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صل على محمد صل عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله مصطفى الهادي محمد
أتاه الله بالفرج ومريد أتعائده قد أتاه الله بالفرج يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله أهل البيت المصطفى الظهوري هم أمان الأرض فذكري شهدوا بالآيوم الظهوري مثل ما قد جاء وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني وتراجي فتيادي رات العالمين يا أهيل الجود والكرام يا رسول الله أهلا بك إن بك نسعد وبجاه يا إلهي من عطاياك الجسام يا الله.